اشتغلت في قطع غيار عربيات فيات وبيجو. كان خالي عنده محل فيه قطع غيار عربيات وكنت بروح اساعده في اجازات الصيف. بحر كبير قطع غيار عربيات ده يعني حاجات كتيره، وزمان كمان اكتر من دلوقتي. يعني زمان ما كانش فيه التقنيات العاليه، وكان الميكانيكي كان حاجه مهمه جدا، والمحلات دي كانت مهمه قوي. دلوقتي كله تبع الايجنتس وكله تبع التوكيل وكده. بس انا اشتغلت في قطع غيار عربيات. اشتغلت جزء ما كنت بسوق عربيه سيدان كده، عربيه امريكاني كبيره، واروح المطار واستنى المسافرين اللي هم تبع شركه السياحه. يعني شركه السياحه كانت لذيذه قوي وكانت شيك قوي. كنت بروح، كانوا بيبقوا معظمهم اجانب، كنت بستناهم وباخدهم اوصلهم الاوتيل، وبعدين اروح اخرجهم اوديهم المصالح بتاعتهم، عندهم شغل عندهم بيزنس بيعملوه، وبعدين بوديهم بعد كده يروحوا بقى جامع محمد علي، يروحوا الهرم، يروحوا المقطم، يروحوا يعني الاماكن السياحيه اللي في مصر. كانت بتبقى كانت شغلانه لذيذه قوي بصراحه. بفتكر انا لما بلاقي حد بيبقى واقف كده في المطار وبتاعه، وبقعد اقرا الاسم واخش عليه، فهو طبعا بيروح ضحك لان هو عارف انا مين. يعني اكيد مش انت يعني فلان اللي انا مستنيه يعني. فبقول له يعني قشطه. يعني بيبقى بفتكر الايام الحلوه اللي انا كنت بشتغل فيها دي.